ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه وحشي قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف قتلت حمزة؟ فأخبر وحشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصفة التي قتل بها أسد الله الحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن وحشيا كان عبدا لجبير بن مطعم، فمني ووعد بأنه إن قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يعتق وسوف يصير حرا. وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد يثري في المشركين والكفار ثريا لا يقوم له أحد ولا يثبت بإزائه منهم أحد. وانتظر وحشي غفلة من حمزة رضوان الله عليه، وكان وحشي راميا ماهرا من الحبشة يجيد الضرب بالحراب، فأتى بحربته فأثبتها في حمزة ما بين سرته وعانته، فخرجت من بين فخذيه، وقام إليه حمزة والحربة في جسده هكذا من أجل أن يقتله، فغلب عليه فوقع ميتا. قالت: انتظرت حتى إذا تيقنت موته قدمت إليه فاستللت منه حربتي ثم مضيت، ولم أشارك في الحرب من بعدها، إنما كانت الغاية التي أتغياها من هذا كله أن أصير حرا خليقا. ولما أن ملك الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمام الأمور وفتحت مكة، ذهب وحشي هاربا من وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف، فجاء أهل الطائف مسلمين الأمر لله رب العالمين، موحدين معلنين الإسلام بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فضاقت الأرض على وحشي بما رحبت، فقال له قائل: ويحك،
إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقتل من جاءه مسلما، فلو أنك جئت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلنت الإسلام بين يديه ما صنع معك شيئا تكرهه. قال: فما جري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمري إلا وأنا قائم بين يديه أقول: يا رسول الله اشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال وحشي: قلت نعم يا رسول الله. فقال: نبئني كيف قتلت حمزة؟ فنبأه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيب عني وجهك، لا أريد أن أرى وجهك من بعدها. قال وحشي: فكنت بعد ذلك إذا لقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق حت من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا تصافح عيناه صفحة وجهي، وحتى لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم لي أثرا ولا عينا. ما زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوحشي من المساءة إلا على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيب عني وجهك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرف الناس بربهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعرفة بالله رب العالمين في الذروة التي ليست بعدها من ذروة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبوأ سنام المعرفة بالله رب العالمين صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. المعرفة بالله رب العالمين تثمر المحبة لله رب العالمين، والمحبة لله رب العالمين تورث طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا في سبيل الله، ولقي عمر رضي الله عنه قاتلا أخيه يوما من الأيام فقال: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، والأرض لن تحب الدم يوما من الأيام بحال أبدا. فقال عمر رضوان الله عليه لقاتل أخيه: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال: يا أمير المؤمنين، أو عدم محبتك لي ينقصني حقا هو لي، أو يأتي لي بجور لا أستحقه؟ قال: كلا والله، لا يصلك مني إلا الحق والعدل والسير بالسوية والمعدلة. فقال: إذا لا أبالي إذا لم تحبني يا أمير المؤمنين، فإنه لا يبكي على الحب إلا النساء. وعمر رضي الله عنه وأرضاه بعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد الصديق من أعرف الناس بالله رب العالمين، لم يزد على أن قال: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. وهذا وازع نفسي لا يملكه عمر رضوان الله عليه. ولو أن الرجل قتل أخا عمر رضوان الله عليه في حال كفره ثم أسلم فحسن إسلامه لما وسع عمر رضوان الله عليه إلا أن يحب هذا الذي قتل أخاه يوما من الدهر. فاللهم متعنا بمعرفتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن معرفة الله رب العالمين تورث المحبة لله رب العالمين، وإن المحبة لله رب العالمين تورث طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أنهد فتى في قريش وأكثر الفتيان في قريش تمتعا، وكانت أمه تلقمه قطع الزبد وتطعمه العسل في مكة بلد الله الحرام قبل أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام.
فلما أن تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاربته أمه ومنعت عنه الرسد، وأتى إليه الفقر، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه يمشي يوما في الناس ولم يجد من الثياب ثوبا يستر عورته إلا إهاب كبش فإنه لفه حول وسطه منططقا به، وسار بهذا الإهاب إهاب الكبش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه على تلك الحال: لقد رأيت هذا في مكة قبل إسلامه بين أبويه يغدوانه السمن والعسل، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصله لما ترونه الآن منه رضوان الله عليه. ثم إنه رضوان الله عليه كان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فمات شهيدا، وناول النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الذي سقط من يد مصعب رضوان الله عليه باستشهاده في أحد، ناوله عليا رضوان الله عليه. ولما فرغوا من المعركة وانتهى الأمر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء، فأتي بمصعب بن عمير رضي الله عنه وعليه ثوب قصير إذا أرادوا أن يجعلوه مما يغطى به الوجه بدت الرجلان بل الساقان، وإذا أرادوا أن يواروا به ساقيه بدا وجهه. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغطى بالثوب وجهه، ثم أتوا بحشيش الإذخر وهو هناك في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل على رجليه: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه، كما قال ذو البجادين أو قيل لذي البجادين من نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ليتني كنت صاحب القبر، فيصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسيت راضيا عنه فرض عنه، فاللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن المعرفة بالله رب العالمين معرفة حقيقية تورث انطراح القلب بين يدي الرب، وتورث الذل والانكسار على عتبات رحمات الله رب العالمين. واعلموا عباد الله أنه ما من باب يوصل إلى الله رب العالمين أوسع من باب الانطراح بين يديه والذل وانكسار القلب أمام جبروته وعظمته، وهو الجبار العظيم. يأتي هضم النفس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يقول لأصحابه: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني لن يكون العمل الذي تعمله يوما من الدهر سببا في دخولك الجنة دخول مكافأة، يعني تكون الجنة بمكافأة ومساواة العمل، لن يكون بحال، بل الدخول برحمة الكبير المتعال. فقالوا: يا رسول الله، إذا كان العمل لا يدخل عبدا الجنة وأنت أيضا تدخل في مطلق العبد، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، فيقال: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض متواضعا لله رب العالمين، يأكل على الأرض ويجلس على الأرض، وتمر الجارية ولم تكن تلك الجارية مؤمنة بعد،
فمرت على النبي يأكل على الأرض جالسا على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فما زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معرفة العبد بربه تورث انطراح القلب بين يدي الرب، وتورث عدم رؤية الأعمال، بل ما عمل العبد من عمل يتقرب به إلى الله ربه تبارك وتعالى إلا وعده قليلا مردودا عليه بسوء طالعه وشؤم مطلعه، ويسأل الله رب العالمين أن يتقبل منه ولو سجدة واحدة في عمره. فإن الله لو قبل منا سجدة واحدة لرحمنا، ولو رحمنا ما عذبنا. لو نظر الله رب العالمين لعبد نظرة واحدة برحمته ما عذبه. فاللهم انظر إلينا برحمتك وبعين رضاك، إنك أنت الكبير المتعال. عباد الله، إن ابن الجوزي رحمة الله عليه يخرج في صفة الصفوة عن محمد بن المنكدر رحمة الله عليه قال: كانت لي سارية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصلي خلفها، فدخلت ليلة أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أهل حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا يستسقون الله رب العالمين بصلاة الاستسقاء، فلم يسقهم ومنعوا القطر، وحبس الله رب العالمين عنهم المطر. واعلموا عباد الله أن قانون الله رب العالمين سار في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، لأن الله جلت قدرته يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فقانون الله رب العالمين أزلي سائر في هذه الأمة وفي كل أمة، أن الناس لو أصلحوا وأن الناس لو اتقوا ربهم حق تقاته لفتح عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن بتكذيبهم وبشؤم معصيتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون وأظهر فيهم من الأوبئة والأوجاع ما لم يكن في أسلافهم، وما أمر الأمراض التي تجد في البشرية عنك ببعيد، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظهر الفساد في البر والبحر، وأما في أيام المعدلة والسير بالسوية واتقاء الناس ربهم جلت قدرته وتقدست أسماؤه، فإن أحمد بن حنبل يخرج في المسند في بعض حديث أنه وجدت في بعض خزائن بني أمية صرة فيها حب حنطة حب قمح، الحبة كقدر نواة التمرة، مكتوب على تلك الصرة: هذا كان ينبت في زمن العدل، وإن الطيور لتموت في أعشاشها من ظلم الظالم. اللهم إنا نسألك أن نسير بالسوية، ولن نتوخى رضاك فيما نقول ونعمل. اللهم زهدنا فيما يفنى، ورغبنا فيما يبقى، وارزقنا اليقين الذي لا يعول إلا عليه، والإيمان الذي لا يعتمد إلا عليه، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، دخل محمد بن المنكدر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراء أسطوانة من أسطوانات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة قد خرجوا من أجل أن يستسقوا ربهم تبارك وتعالى فلم يسقهم. قال: وفي تلك الليلة توسدت ردائي وتضاجعت إلى تلك السارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد أسود كالليل البهيم فيه صفرة وقد اتزره
بإزار له ووضع رداء على عاتقه، فجاء فقام أمام السارية أو وراءها، أمامي ووراء السارية، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي من ركعتين أحسنهما ما شاء الله أن يحسن، ثم أقبل على ربه تبارك وتعالى وقال: يا رب، إن أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم قد خرجوا يستسقونك فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك لما سقيتهم، قال: والله ما أنزل كفيه حتى سمعت صوت الرعد وفتحت السماء بمثل أفواه القرب، وظل المطر ينزل حتى أهمني أمر رجوعي إلى أهلي. ثم قام الرجل يصلي إلى أن خشي أن يؤذن لصلاة الصبح فأوتر، ثم أقبل على ربه فقال: يا رب، من أنا ومن أنا حتى تستجيب دعائي؟ ولكن إنما قصدت حمدك، وإنما طلبت فضلك ورثك، فلك الحمد في الأولى والآخرة وأنت أرحم الراحمين. وأذن للصلاة فقام الناس بعدما أقيم لها يصلون، فصلى مع الناس ثم انصرف، قال ورفع إزاره وشمر يخوض في الطين وانصرف، فلم أدر إلى أين ذهب. فلما كانت الليلة الثانية وجاء الرجل فعل مثل ما فعل غير الدعاء، فإن الله قد استجاب الدعاء في الليلة التي سلفت. وقام الرجل يصلي الصبح مع الناس ثم انصرف، قال: فخرجت في أثره وما زلت أتتبعه في دروب المدينة وفي طرقاتها حتى علمت المنزل الذي ينزل فيه. فلما أن أصبح الصباح ذهبت إليه، وإذا هو جالس يخرج، وإذا هو إسكاف يعمل حذاء في الأحذية ولا يعلم قدره إلا الله، والتاريخ لم يحمل لنا اسمه، وإنما الله رب العالمين يعلمه، وكفى بالله رب العالمين عليما، والله رب العالمين يشهد ما في قلبه، وكفى بالله شهيدا. وما عليك إذا عملت العمل المتقبل عند الله فقبله الله رب العالمين منك، ما عليك ألا يراه من الخلق أحد، وما عليك ألا يطلع عليه إلا الله. أليس يكفي أن يكون الله على قلبك شهيدا؟ أليس يكفي أن يكون الله رب العالمين مطلعا على حبة قلبك وعلى سويداء فؤادك؟ رضينا بالله كفيلا، رضينا بالله شهيدا، ونعلم أن الله هو علام الغيوب وهو على كل شيء قدير. قال: فلما رآني تهلل وقال: مرحبا يا أبا عبد الله، تريد أن أصنع لك خفا؟ قلت: ألست صاحبي بارحة الأولى؟ قال: فاسود وجهه وقال: يا ابن المنكدر، ما أنت ذاك؟ قال: وانقلبت حماليق عينيه. كان هؤلاء إذا أظهر الله على أيديهم أمرا من أمور الإكرام استحيوا منه كما تستحي العذراء من بكارتها ومن دم حيضتها. يا ابن المنكدر، ما أنت وذاك؟ وانقلبت حماليق عينيه. قال: فوالله لقد فرقت منه وخفته، فانطلقت موليا وانتظرته في الليلة التي تلت فلم يأت، فقلت: إنا لله، ماذا صنعت؟ ثم ذهبت إليه فوجدت باب الدار مفتوحا، فدخلت الدار فإذا هي تصفق أبوابها ونوافذها، وجاء أهل الحي فقالوا: ما صنعت بالرجل؟ إنك بعد أن ذهبت أتى بكساء فلم يدع فيه حذاء ولا خفا ولا قالبا إلا وضعه في هذا الكساء، ثم صره ثم مضى موليا ولم يعقب، فوالله ما ندري أين ذهب. قال: فوالله لقد تتبعت أثره في كل المدينة فلم أجد له أثرا ولم أرى له عينا، يفر مما أظهر الله رب العالمين على يديه من أمر إكرام يعلم هو في قرارة نفسه أنه ليس مستأهلا له. وكذلك كانوا كما كان أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إذا قيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا، يقول: من أنا وما أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا.
جزاني الله عن الإسلام خيرا؟ ومن أنا ومن أكون وما أنا؟ من للعاقل وما لغير العاقل؟ من أنا وما أنا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. إن هؤلاء ساروا على قدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا يعرفون الله حق المعرفة، لأن المعرفة بالله رب العالمين هي رأس الأمر وذروة سنامه. ومن فقد المعرفة بالله رب العالمين تطاول عليه وما قدر الله حق قدره. أما من كان عالما على أن بأن ناصيته في قبضة سيده، من كان عالما حق العلم بأن ناصيته في قبضة سيده، وأنه إذا أراد ربه أن يذله أذله، ولو أراد الله رب العالمين أن يفضحه في جوف بيته فضحه، وأن الله رب العالمين بيده مقاليد القوى والقدر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. من كان عالما بالله هذا العلم، فكيف بالله رب العالمين يجترئ على الوقوع في معاصي الله رب العالمين؟ إن عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، خامس الخلفاء الراشدين كما يسميه علماء السير، دخل عليه أبو حازم سلمة بن دينار رحمة الله عليه، وكان أبو حازم هو شيخ المدينة وعالمها وفقيهها وزاهدها، وكان معلما لعمر بن عبد العزيز عندما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة وقبل أن تصير إليه الخلافة. فدخل أبو حازم بعدما بعد العهد بينه وبين عمر ابن عبد العزيز، دخل على أمير المؤمنين يوما من الدهر فلم يعرفه، وأبصره عمر بن عبد العزيز فقال: ابن مني يا أبا حازم. فدنا منه فقال: ألست عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: فما غيرك؟ قال: وما ذاك؟ قال: ألم يكن وجهك بهيا، وإهابك أي جلدك طريا، وعيشك رخيا؟ قال: بلى. قال: فما غيرك؟ قال: وما أنكرت مني؟ قال: هذا جلدك قد يبس، وهذا جسمك قد نحل، وهاتان هما عيناك قد ذبلتا وخبا ضوءهما، والله كنت لا أعرفك، بل إني بدءا لم أعرفك. فقال: يا أبا سلمة، يا أبا حازم، كيف بك لو أبصرتني بعد ثلاث في قبري، وقد انتفخ جسمي وانقد بطني ورفع الدود في جسدي وانتثر شعري وانتفخت عيناي؟ إنك عند ذاك تكون أشد لي نكرا وأقل لي معرفة. يا أبا حازم، حدثني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعته منك في المدينة. قال: وأي حديث هو؟ لقد حدثتك بأحاديث كثيرة. قال: حدثتني بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم أذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن وراءكم عقبة كأودا ضروسا لا يجوزها إلا كل مخف مهزول. إن وراءكم عقبة، وهي ما تعترض السائر في سيره والسالك في دربه، كأودا مشرفة لا يستطيع الإنسان أن يجوز بها بيسر ولا بسهولة، ضروسا متعبة أيما تعب لمن أراد أن يمر بها وأن يجوزها. هذه العقبة لا يجوزها ولا يمر بها إلا كل مخف لا يحمل على ظهره شيئا، إلا كل مخف مهزول. فأنا أبا حازم أعد لهذا اليوم، فألحل جسدي كما ترى. عمر بن عبد العزيز يعد لهذا اليوم من معرفته بالله رب العالمين ومن محبته للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، يحملون الشحم واللحم عبئا
على كروشهم وعبئا على حبات قلوبهم وعبئا على عقولهم وتفكيرهم، وأيضا حاملا لهم على المنام من أول الليل وعلى الضرب في الأرض كالأنعام كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. إن الله يبغض كل جعذري جواب، هو الجموع المنوع الأشر البطر يختال ويتعاظم. سخاب بالأسواق، ترتفع له في الأسواق مساءات وبداءات. سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، ليس له بالليل قيام، وليس له بالليل تهجد، وليس له مع الله رب العالمين مناجاة، ولا يطلب من الله رب العالمين في الهزيع الأخير من الليل عندما ينزل ربنا سبحانه في الثلث الأخير إلى الليل إلى سماء الدنيا، يقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأعطيها له. لا يطلب من الله رب العالمين شيئا. جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، كما قال الحسن رضوان الله عليه: إن أحدهم ليضع الدرهم على ظفره يخبرك بوزنه وما يعرف كيف يستنجي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه في الليلة التي ولي فيها الخلافة كان الرعيان في قمم الجبال يذودون الذئاب عن الأغنام، فرأوا في تلك الليلة أن الذئاب ترعى مع الأغنام من غير مساءة. وفي الليلة التي مات فيها عمر عادت الذئاب على الأغنام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لأن عمر رضوان الله عليه لما اشتهى العسل يوما، وذهبت فاطمة رضوان الله عليها بنت عبد الملك زوجه تتلمس له من يأتي له بعسل من بعل بكة، وبعثت بدينارين من حر مالها لا من مال المسلمين، بعثت بهذين الدرهمين أو الدينارين من أجل شراء عسل من مرحلة بعيدة، فأرسلت رجلا ذهب على دابة من دواب بريد المسلمين، هي من بيت مال المسلمين وتطعم من بيت مال المسلمين. وأتى الرجل بالعسل، وأتت فاطمة به إلى عمر بن عبد العزيز، قالت: يا أمير المؤمنين، هل لك في عسل؟ فقال: إلي به. فقربته فأكل شيئا ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ قالت: يا أمير المؤمنين، بعثنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى بعلبتك بدينارين فأتى لنا بهذا العسل. قال: إلي بالرجل، ارفع هذا العسل واذهب به إلى السوق فبعه واتي لنا برأس مالنا، أي بالدينارين، وما كان من فرق زائد، لأن المكان الذي كان فيه عمر ليس فيه عسل، فإذا ظهر فيه هذا العسل فلا بد أن يباع بأغلى مما جيء به من محله. قال: ثم أتي بهذا الفرق فاجعله في بيت مال المسلمين علفا لدابة البريد التي ذهبت عليها، ولو كان ينفع المسلمين قيئي لوضعت أصبعي في فيا حتى تقيأت الذي قد ذهب في بطني. رضوان الله عليه. إن عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه لما جلس يقسم التفاح من الفيء، وجاء صبي له، صبي فوق الحظ بقليل، فأخذ تفاحة فقضم منها قضمة، فأخذها منه أخذا وبيلا حتى أوجع الولد، فذهب إلى أمه مستعبرا يبكي، وأرسلت أمه من جاء بتفاح من السوق. وجاء عمر إلى البيت فشم رائحة التفاح فقال: ما هذا يا فاطمة، أخذت من مال المسلمين شيئا؟ قالت: لا والله يا أمير المؤمنين. وقصت عليه القصة رضوان الله عليه، فقال لها: والله يا فاطمة، لقد نزعت التفاحة من في الغلام كأنما أنتزعها من قلبي، ولكني لا أريد أن يسقط قدري عند الله رب العالمين بسبب تفاحة من مال المسلمين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أحل الله رب العالمين له الهدية ولم يحل له الصدقة،
فكانت الصدقة من صدقات التمر من تمر المدينة يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في مصالح المسلمين، ويأتي الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه فيأخذ تمرة يرفعها إلى فيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كخ كخ، ألقها، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويدخل إلى بيته، إلى جوف بيته، إلى فراشه، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد التمرة على فراشه. ما الذي يأتي بتمرة من تمر الصدقة إلى فراش النبي؟ أمر مستبعد جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع التمرة التي على فراشه إلى فيه، ثم يرميها ويقول: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما علم أبا بكر رضوان الله عليه أنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يأكل الرجل من حرام ثم يدعو رب الأرباب أن يستجاب لذلك، وقد غذي بالحرام وقد لبس من الحرام وقد شرب من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يمنع الله رب العالمين الإجابة حتى ينقى الدم وحتى ينقى اللحم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. عباد الله، إن الكلام لا ينقضي، فما أكثر الكلام، ولكن لو أخذت أصلا واحدا من أصول هذا الدين العظيم وتمسكت به وعضضت عليه بنواجذك وجعلته أصلك وحياتك، وصلت إلى جنة الرضوان بفضل الرحيم الرحمن. لو أنك أكلت من حلال وجعلت هذا أصلك، لو أنك جعلت معرفة الله رب العالمين أصلك، لو أنك جعلت طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أصلك من غير كثير كلام، ولكن تجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبتك أنت لنفسك، وعلى محبتك لولدك، وعلى محبتك لزوجك وأبيك وأمك وكل أحد. كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. أي الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر رضوان الله عليه. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعرفنا بك حق معرفتك، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن من معرفة العبد بربه أن يخضع لله رب العالمين خضوعا حقيقيا فعلا قبل أن يكون قولا. فتوبوا إلى الله رب العالمين بقلوبكم قبل ألسنتكم، وهذا معنى الدعاء: اللهم تب علينا لنتوب، كما قال عن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، فيتوب هو علينا أولا من أجل أن نتوب نحن بعد. فاللهم تب علينا لنتوب. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه حارب أبوه النبي صلى الله عليه وسلم ما حارب، وهو أيضا إلى يوم الفتح. وأما زوجه أم حكيم بنت الحارث ابن هشام المخزومية رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا أسلمت زمام قلبها وقالبها لله رب العالمين، وشهدت شهادة الحق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي قد أهدر دم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لمساءاته المتعددة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام من قبل، فقال: من لقي عكرمة بن أبي جهل متعلقا بأستار الكعبة فليقتله. وإذا قالها الحليم محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن من قيل هذا في حقه فلا بد أنه مستأهل له غاية الاستئهال، مستحق له نهاية الاستحقاق،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفزه الغضب ولا ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحيه إليه ربه. من لقي عكرمة ابن أبي جهل متعلقا بأستار الكعبة فليقتل. فلما سمع بها عكرمة ذهب هائما على وجهه. لما فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، أين أذهب؟ ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فذهب إلى سيف البحر، إلى تهامة، إلى ميناء من موانيها، يريد أن يركب البحر. وجاءت أم حكيم زوج عكرمة إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ابن عمك عكرمة ذهب هائما على وجهه، فأمنه يا رسول الله فإنه خائف منك. قال: أعلميه يا أم حكيم أنه آمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهبت المرأة مع غلام لها رومي تريد أن تعود بزوجها، وكان لم يسلم بعد، وهي أسلمت. وراودها الغلام الرومي في الطريق عن نفسها فمن نفسه، حتى نزلت على حي من عك من العرب فاستعدتهم عليه فأوثقوه رباطا وأحكموه كتافا. وانطلقت المرأة فوجدت عكرمة رضوان الله عليه قد ركب السفينة في البحر، وأخذت هي ثوبها تليح به لعكرمة: يا عكرمة، جئتك من عند خير الناس، جئتك من عند أوصل الناس، جئتك من عند أبر الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء الرجل. وكان عكرمة رضي الله عنه لما ركب البحر في السفينة اضطرب الموج في البحر فأصبحت كالقشة في مهاب الرياح الأربع. وأقبل الربان على هؤلاء الركاب يقول لهم: يا معشر القوم أخلصوا. قالوا: سبحان الله، وما نقول؟ فقال لهم الربان: قولوا لا إله إلا الله. قال عكرمة: لقد فررت منها في البر فجاءت ورائي في البحر، والله ما فررت إلا منها أنزل. ونزل، لأنه كان على موعد مع الرضوان والرضا، وقد تحدث الصلحة في لمحة، قد تأتي الصلحة في لحظة. فاللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك يا أرحم الراحمين. أم حكيم تليح لزوجها بثوبها فأقبل عليها فقالت: جئتك من عند محمد وقد آمنك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمنك. قال: وقد فعل؟ قالت: نعم، وهذه أمارة الأمان أعطانيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرته ما صنع غلامه الرومي فعدى عليه فقتله وكان كافرا، أي عكرمة لم يسلم بعد. ثم أرادها على نفسها، أي زوجها عكرمة أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فتأبت عليه وقالت: أنت رجل كافر مشرك نجس وأنا امرأة مؤمنة وهذا لا يحل لك. قال: والله إن الذي منعك مني لأمر عظيم. ثم سار حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي من بعيد قال: جاءكم عكرمة ابن أبي جهل ونور الإيمان بين عينيه، فلا تسبوا أباه فإن سباب الأموات يؤذي الحي ولا يبلغ الميت صلى الله عليه وسلم. حتى أبي جهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تسبوه فإن سباب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وقديما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع من آذاه بالقول في عرضه مع شيخ المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما مات وجاء ولده، فقال: يا رسول الله، ائتني بثوبك بردائك لكي أجعله لهذا الرجل الذي هلك كفنا. فكان كفن شيخ المنافقين هو ثوب خير المرسلين والأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ومن امتنع. قال: فإذا ما فرغت منه وأردتم الصلاة عليه فأعلمني. ووقف النبي يصلي على هذا المنافق الجلف الذي بلغ من النفاق أعلاه، بل حضيضة، لأن النفاق إلى أسفل لا إلى أعلى. وقف النبي يصلي فجبذه عمر رضوان الله عليه وقال: يا رسول الله،
تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال يا عمر دعني، فإن الله رب العالمين خيرني فاخترت. فصلى عليه، ثم أنزل الله رب العالمين بعد: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلم يفعلها النبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءكم عكرمة بن أبي جهل فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أدخل في الإسلام ولي شر. قال: وما هو؟ قال: استغفر لي يا رسول الله كل مقام سوء قمته، وكل مقعد سوء قعدته، وكل مقال سوء قلته، وكل مسير سوء سرته، وكل موضع سوء قصدته. فاستغفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعكرمة بن أبي جهل، غفر الله رب العالمين له ورضي الله رب العالمين عنه، فقد مات شهيدا. عباد الله، إن طاعة الله رب العالمين فرع معرفته، ومن لم يعرف الله رب العالمين لم يطعه حق الطاعة ولم يحبه حق المحبة. وإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي فرع معرفة الله وفرع معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه ليس من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نهمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإصلاح بين المتخاصمين ومن رفع الخلاف والشجار بين الناس. ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنته ولا من محبته ألا نجتهد في طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البر والعطف على الأيتام، وفي صلة الأرحام، وفي الصلاة بالليل والناس نياب، وفي الاجتهاد في العطاء حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، وفي إخلاص القلب لله رب العالمين. إن السنة ظاهر وباطن، ومن لم يحقق الباطن اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ظاهره نفاقا، ومن أتى بباطن مدعا من غير ظاهر ملاحظ مشاهد فقد قصر في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا من احترام العقل أن ينصب أحبة النبي صلى الله عليه وسلم خشبة يطيف حولها الصبيان والغلمان والنسوة في ليلة ندخر لها من قوتنا وقوت أبنائنا لكي نعطي سفيها يسهر الناس حتى أذان الصبح فلا يصلي ولا يصلي من معه إلا من رحم الله رب العالمين. ليست من محبة النبي بل هذا من عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. إن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل، وأما أن يبتدع وأن يزاد على دين الله رب العالمين فأمر مرفوض في دين الله رب العالمين. ليس من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال أبدا، بل ليس من احترام العقل، بل إنه من القصور في التصور لهذا الدين العظيم. ما شأن خشبة بمحبة النبي؟ ما شأن خشبة بمحبة النبي؟ ما شأن مراهق عاجز مأفون يأخذ خرقة ويضع بعض الكيروسين أو الجاز في فمه ثم يطلقه شعلة على تلك التي يحمل؟ ما شأن هذا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن محبة النبي فوق هذا. عباد الله، إن الكفار من أعداء هذا الدين الذين يكيدون له قد تجاوزوا قمرا وزهرة وذهبوا إلى مريخ أطلق إليه ما سيصل إليه بعد سنين، وهو أطلق من سنين ما زال سابحا في الفضاء بعد. والله رب العالمين جعل أول كلمة نزلت من السماء في هذا الدين اقرأ. فكيف يفرط المسلمون في أمر العلم بأسبابه ويتبعون خزعبلات وترهات من بقايا الأقدمين لا تنفع بل تضر؟ تضر بيقين. وكل ما صنع في هذا الشأن لا يترجم عن محبة لله ولا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما المعرفة لله رب العالمين تترجم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مثلا واحدا شاهدا، إن العز عز الدين ابن عبد السلام رضوان الله عليه، وهو سلطان العلماء، دخل على الملك الصالح أيوب في يوم عيد لما صعد إليه القلعة ليهنئه بالعيد
فدخل عليه والرجل في حاشيته فوقف على باب ايوانه وقال: يا ايوب اتق الله يا ايوب، ما تقول لربك غدا اذا ما قدمت عليه وقال لك اني قد ملكتك امر هذه المملكة فانت ترتع في نعمتها وانت تبيح الخمور فيها؟ قال: وقد حدث ذلك في ملكي؟ قال: نعم، الحانة الفلانية في الموضع الفلاني تبيع الخمور. فقال: هذا كان من شأن أبي وفي أيامه ولا علاقة لي به. قال: أنت إذن يا أيوب ممن سيقول لله رب العالمين إذا وقف بين يديه: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأمر الرجل برفع الحانة في الحال، وجاء تلميذ الشيخ الإمام الباجي، جاء إلى شيخه فقال: يا شيخ، كيف اجترأت أن تكلم السلطان بهذه اللهجة الشديدة؟ أما خفته؟ قال: يا ولدي، جعلت بيني وبينه الله واستحضرت عظمة الله رب العالمين فصار السلطان في عيني كالخفت. إنها معرفة بالله رب العالمين متحققة في القلب بيقين، باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأخذ بأسباب العلم في الأرض من أجل استخراج كنوزها والسعي في دروبها والرقي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتستطيع أن تحمل المنهج الأمثل الذي يأخذ بيد البشرية الضالة الهالكة في ضلالها، لكي ينجيها الله رب العالمين بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم من الفناء والدمار الذي يعده الذين يعيشون في الظلام كالخفافيش، يحاربون كل أمر رفيع نبيل من أمر البشرية من أمر دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في تحصيل المعرفة بالله على وجهها، واجتهدوا في طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ينبغي أن يطاع، واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال من سبق من علمائكم رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل مقام سوء قمناه، وكل مقعد سوء قعدناه، وكل مقال سوء قلناه، وكل مسير سوء سرناه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، اغفر لنا جدنا وهزلنا، واغفر لنا خطأنا وعمدنا، واغفر لنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارزقنا محبتك، وارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم إنا نسألك معرفة بك يقينية، اللهم ارزقنا بك معرفة يقينية. اللهم ارزقنا اليقين وارزقنا المعرفة، ارزقنا اليقين وارزقنا المعرفة، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا. ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات،
نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الحجب، نعوذ بك من الطرد، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الحرمان. يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، وصلنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، وانصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا كريم. اللهم لا يكن المسلمون أهون عليك من اليهود والنصارى، لا يكن المسلمون أهون عليك من عباد البقر، لا يكن المسلمون أهون عليك من عباد الشيطان. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وارحمنا إذا ما صرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ما صرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ما صرنا إلى الوحدة في القبور، ارحمنا إذا ما صرنا إلى الدود في القبور، ارحمنا إذا ما صرنا طعاما للدود في القبور، ارحمنا إذا ما انتثرت منا الشعور، ارحمنا إذا ما انقضت منا البطون والصدور. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من فتنة القبر، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من عذاب في النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، حفاة فاحملنا، عراة فاكسنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وآلف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واستر عورات المسلمين، واستر عورات المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واجمع بيننا وبين النبي الأمين في مستقر رحمتك يا كريم. اللهم إن المحروم من حرمته، فأعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا. آثرنا ولا تؤثر علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. بضاعة كاسدة إن رددتها فلن يقبلها أحد. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إنا قد انطرحنا على عتبات رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا فأنت بنا راحم، أنت ترحمنا، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، لا غنى لنا عن رحمتك، لا غنى لنا عن رحمتك، لا غنى لنا عن رحمتك. خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك، واهدنا واهد سائر العصاة والمذنبين. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، وارزقنا الانصراح بين رحمتك، وارزقنا الانصراح بين يدي رحمتك، وارزقنا الانكسار لك، وارزقنا الذل لعظمتك، وارزقنا الذل لعظمتك،
وارزقنا الذل لعظمتك. اللهم إن العزيز من ذل لك فأعزنا، وإن الذليل من تعاظم على خلقك فأعزنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا، وعافنا واعف عنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. نسألك الصبر على الطاعات، ونسألك الصبر عن المعصيات. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، ضعفاء فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إن السقم قد تغلل في حنايا قلوبنا فعافنا، عافنا وعاف قلوبنا، عافنا وعاف قلوبنا، عافنا وعاف أرواحنا، عافنا وعاف آبائنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف نسائنا، عافنا وعاف أبنائنا وبناتنا، عافنا وعاف إخواننا وأخواتنا، عافنا وعاف سائر العصاة والمذنبين. نسألك العافية وأنت العفو. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، وخيبة الرجاء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب، تب 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 علينا لنتوب. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم ارحمنا في أول ليلة نصير فيها إلى القبور، وارحمنا بعد ذلك، ارحمنا في ليلة ليس لها من صبح إلا يوم القيامة، ارحمنا في ليلة ليس لها من صبح إلا يوم القيامة. اللهم إنا نحمل هم الممات كما نحمل أو أكثر مما نحمل هم الحياة. اللهم إنا نحمل هم اللقاء. اللهم أكرم لقاءنا، أكرم لقاءنا، أكرم لقاءنا. اللهم أكرم لقاءنا وأنت أكرم الأكرمين، وأحسن لنا الخواتيم يا كريم، أحسن لنا الخواتيم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم.